بخير وان شاء الله عيد ميلاد سعيد كارتاج وان شاء الله ديما هكا الجمهور اللي هو ينور كارتاج وانتوما زاد الشركاء الفاعلين لمهرجان قرطاج الدولي. فنان انور ابراهيم عملت كومبليه اليوم. الحمد لله. فما يعني ميراكل يعني حكينا حكيتو. ماهوش ميراكل، انتوما معناتها تقوموا ربما الجمهور بطريقه اخرى، لكن الجمهور التونسي سي بوكو بلو كومبلكس، الجمهور التونسي يحب الفنان الصادق، يحب الفنان اللي يجتهد ويحب خاصه انه يحتفل ويعرف قيمه مهرجان قرطاج، هذا علاش الجمهور جاي اليوم بالكثافه هذه. توقعاتك يعني ليله باش تكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. المهرجان هذا مهرجان عريق كما تعرفوا، وصعد على الركح هذايا أكبر فنانين العالم من تونس ومن كل أنحاء العالم. وبالمناسبة هذه نحب نوجه تحية لمؤسس قرطاج أو مهرجان قرطاج سنة 1964 الأستاذ الشاذلي القليبي. ونحب زادة نحيي تحية كبيرة كل المديرين اللي سبقوني في إدارة مهرجان قرطاج واللي ساهموا في تطوير هذا المهرجان ودعموه على المستوى إشعاعه في العالم العربي وفي كل العالم. المهرجان في دورته 50 عنده بعض الأهداف، نذكر البعض منها فقط. أولاً أن يكون مهرجان للتواصل ما بين الفنانين والجماهير ويكون أرضية لتقابل وتواصل الشعوب والثقافات عبر الفنون، أن يكون مهرجان عنوان للتنوع الفني وللحرفية، وأن ينفتح على مناخات أخرى، وأن يكون يخرج من مسرح قرطاج ويذهب إلى جماهير جديدة. كل عام ومهرجان قرطاج بخير، كل عام وجمهور قرطاج ينير مدارج المسرح الأثري بقرطاج.